اوكي. هلا ليش بتعتقد الاردن لها وضع بالسايبر من الوطن العربي؟ شوفي يعني ال ال هلا في كثير اعتبارات، خلينا نحكي بهذا الموضوع. هلا اول شيء خلينا نتفق شغله، انه عمره الحجم ما كان معيار لمقدار الانوفيشن باي دوله. يعني في عنا دول كثير صغيره بالحجم واصغر من حجم الاردن بكثير، والليفل اوف تكنولوجي والانوفيشن تبعها خلينا نحكي والاتشيفمنتس اللي بتوصلها بتكون كثير 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 اعلى. او مثال عليها مثلا دول زي استونيا اللي هي نمبر 1 ان تيرمز اوف اي كونكتيفيتي اكثر من امريكا، وطلع من عندهم سكايب فور اكزامبل. هلا التركيبة بالأردن، وجود بلد زي الأردن في موقع قليل الموارد، خلينا نحكي عدم وجود إنها دولة غير نفطية بموارد قليلة بتحديات كتير كبيرة، وعندنا وجود خلينا نحكي population اعتماده الأساسي بالحياة على ذاته. ما عندنا احنا موارد زي نفطية ولا حكومات قوية قادرة على استيعاب وظائف بكميات كبيرة، ولا سوق محلي قوي قادر على استيعاب شركات كبيرة. فكان الاعتماد الفرد الأردني والأسرة الأردنية على تعليم أبناء. عندنا موضوع التعليم الأبناء اشي أساسي مهم جدا في المجتمع الأردني. فهذا أدى إلى إنه ظهر عندنا طبقة كتير من الشباب. طبعاً إحنا مجتمع كمان كتير فريانج، ثلثين الشعب الأردني تحت سن 25 سنة. أنت بتحكي عن شعب كتير يانج، فبالتالي هدول وجوده كمان، يعني كونه إنها برضو بلد صغيرة، فعملية التغيير عملية التأثير بتصير بسرعة. يعني في إذا في صار في عندك أنت إشي نجح، عملية التأثير الإيجابي تبعه بتكون تنتشر بسرعة، وبالتالي كمان الأشياء السلبية. هلا فترة من الفترات بالثمانينات ظهر في عنا جيل من الشباب بلشوا خلينا نحكي بداية صناعة التكنولوجيا والإنترنت بالأردن، مش يعني بلشوا صناعة التكنولوجيا بشكل عام، ما كان لسه في إنترنت بالثمانينات، بس كان في شركات كمبيوتر كتير كانوا مستوردين، وكانوا خلينا نحكي مستوردين للتكنولوجيا، وكانوا موزعين يعني بشكل عام. بعدين شوي شوي بلشوا يدخلوا أكثر بالإعلام التقني، ظهر عندنا مثلا مجلات زي بايت ميدل ايست، ظهر عندنا مواقع الكترونية، ظهر عندنا شركات تقنية معلومات، بلشت شوي شوي، بس كلها كانت مبادرات فردية بهذيك الفترة. كلهم كانوا يا اما طلاب شباب اردنيين تعلموا برا ورجعوا وبلشوا يطبقوا اللي تعلموه، او انهم شباب تخلوا عن خلينا نحكي الوظيفة العادية سواء كان طب ولا هندسة وكذا، وبلشوا مشروعاتهم بتقنية المعلومات. وكان هذا خلينا نحكي مجموعة صغيرة من الشباب اللي صار عنده باشن بموضوع التكنولوجيا وبلشوا يشتغلوا على هذا الموضوع. كون البلد صغيرة بلش تأثيرهم يتوسع، وبلشوا أسسوا شركات وتطورت هاي الشركات. هلا بداية خلينا نحكي بال2000 بلش فينا يظهر استراتيجية على مستوى الدولة في موضوع تقنية المعلومات والكونتنت الرقمي، وبلش في عندنا مؤسسات وجمعيات وكذا وتظهر زي إنتاج، آي بارك، بزنس إنكوبيترز، صار في يظهر عندنا كتير إنيشيتيفز. إنتاج وإيش؟ إنتاج مثلاً اللي هي هاي مثلاً عندنا جمعية الحاسبات، عندنا مثلاً آي بارك كبزنس إنكوبيتر، جامعات كذا، بلش فينا تخصصات بمجال التقنية. فهذا كله عمل زي ما نحكي كل هاي الإنيشيتيفز بلشت تخلق إشي اسمه إيكو سيستم، نظام من التعليم لبداية دعم الشركات لتسويق الشركات لكل شيء. اسم الجمعية كمان مرة؟ إنتاج. لا في جمعية تانية حكاية. جمعية الحاسبات الأردنية وكل هاي. اللهم صل سيدنا محمد. كنا لنحكي عن إنه الإيكو سيستم. الإيكو سيستم. يس. هلا في نهاية
ببداية 2008 صار عندنا الياهو مكتوب ديل. فطلع شركات كثير زي اريبيا دوت كوم ومكتوب وغيرها. بس يعني وجود مثلا الديل اللي صارت بياهو مكتوب ديل هذا عامل زي ما نحكي خلينا نحكي الافكت الكبير بالاندستري تبعت الاردن. باي سنه حكيت؟ بال 2008 لما صارت الهاي. هاي اعطت امل لكل الشركات الاردنيه انه there is an there is a hope انه في يصير في acquisition وكذا. فصار كل يطلع what is the next ياهو مكتوب ديل. وبلش عندنا local investors بلشوا يستثمروا بشركات الستارت اب تقنيه المعلومات. وهذا عامل بوش كثير كبيره للاندستري. هلا ليش احنا الاردن بالذات لا وجود يعني شوف دائما بحكي رب ضارة النافع. احنا الاردنيين لانه الماركت تبعنا صغير دائما نفكر نطلع لبرا. اما مثلا في بلدان زي السعوديه ومصر لانه الماركت تبعهم كبير فبتلاقي انه خلص انا الماركت اللوكال ماركت تبعي از انف فور مي واي تو جو اوتسايد. تمام. فمن هون هذا خلينا نحكي المبدا الاساسي بس هو مش قانون. هو خلينا نحكي عباره عن تحليلات لشو اللي عم عماله عم بيصير. فمن وجهة نظري المتواضع هذا اللي عم بصير معنا انه احنا يعني من بداية تأسيس خرابيش كنا نفكر بان عرب. من اول ما بلشنا كنا نفكر بان عرب. تركيبة المجتمع الاردني هي بان عرب. معلش تحكي لي كمان مرة موضوع بداية اول فيديو اخذته عليه مليون والرقابة اللي حصلت. ما فيش رقابة. ما كان حدا وقت. ما حدا في رقابة يعني طول فترة الشغل تبعكم ما حدا حصل أي رقابة على أي شيء. بوليتكس لا ما كان ما طب كان مني. يعني بهديك الفترة شوفي أو بداية الثورات وكذا يعني الكل كان بالرومانسية الربيع العربي. وكل الرومانسية الربيع العربي. هلا ليتر اون يعني صراحة مع الاستقطاب احنا شوي مع الاستقطاب اللي صار الشارع المجتمع هاي بلشتي انت يعني بلشنا احنا نفكر بمور عقلانية اكتر مور توازن اكتر بدل ما انه نكون احنا جزء من هذا الاستقطاب. يعني زمان كان كل الشارع العربي موحد حوالين فكرة الثورات العربية. بعدين شوي شوي بلشت هذا التوحد يعني يتحول لانقسامات في المجتمعات. واحنا اخذنا الخيار انه ما بدنا نكون جزء من هذه الانقسامات. بس فوقفت شغل بالسياسه لانه صار يعني يعني صراحه كمان حتى الجمهور العربي انه زهق من السياسه. اوكي فبس طيب معلش احكي القصه تبع لازم محمد يلا خمس دقائق خمس دقائق عشر دقائق والله هني جاي وانا كمان عندي عشر دقائق يلا وانا كمان بيرن اوكي سوري فانه لا وضعنا. طب في شيء بتحبي نجاوبه بسرعه؟ اه